طيب كيف نجمع بين حديث السيد الله وحديث أنا سيد ولد آدم؟ أنت تعرف أن من أسماء الله الحسنى أسماء تسمى بها بنو آدم، والله هو العزيز، وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. الله هو المؤمن، وأنت المؤمن، أنت مؤمن أيضا. وقال ومن أسماء الله الأعلى، وقال الله لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، لكن فارق بين الأعلى والأعلى. الله سبحانه وتعالى هو العظيم، وقال تعالى وكانوا يصرون على الحنس العظيم. فالفارق بين بين الاسم والاسم، الفارق بين المخلوق والخالق. بارك الله فيك.